استشهاد 6 من رجال الشرطة وإصابة 3 في انفجار بالهرم، ومعاينة النيابة تهشم سيارتين ملاكي وتناثر دماء الضحايا. ومجلس الوزراء ودار الإفتاء والبرلمان يدينون الحادث ويؤكدون الإرهاب لا دين له. وغدا فتح معبر رفح لدخول الحالات الإنسانية لمدة 3 أيام. والقاهرة تستعين بلجنة محلب لإزالة التعديات على 3 مليون متر في مختلف الأحياء. وأوغندا تعلن دعمها للمرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونسكو.